اتخرجت، الاب ممكن اه يكون لقى وظيفه. يعني بيتعمل زي ابديت كده، ممكن يكون بقى الطفل بقى في مدرسه اكبر فمحتاج فلوس اكتر، او دخل جامعه، اه طبعا او دخل جامعه، فده بيتم مراعاته. بيتم مراعاته لو الاب ما بيشتغلش، وده برامج اخرى بنقوم عليها بتاعه التمكين الاقتصادي، وبقى يشتغل بنشوف هو دخل الاسره هيكفي ولا لا. لو الاب جات له فرصه سفر بره، او الام عملت مشروع صغير، المفروض بعد كده بتراجع حاله الاسره، ويا اما تاخد تاني يا اما بنتوقف ونشوف اسره تانيه فقيره. وده فكره الدعم، لان الدوله بتدعم ولا مش بتتبنى المواطنين، لان الدوله مش ام والمواطن قاصر. المفروض المواطن بينضج بعد شويه او ظروفه بتتحسن وبيسيب المجال لغيره، اما كرامه فهو بيستمر على طول، لان ذوي الاحتياجات الخاصه او المسنين مش منتظر يحصل تغيير في حياته، صح. فبيستمر على طول. لكن اللي يمكن بعد حضرتك بتقولي لما وصلنا ل 730 الف اسره او 3 مليون مواطن وشويه، الهدف بتاعنا ان احنا نوصل حوالي ل 18 مليون مواطن، تمام. من 16 ل 18 مليون مواطن، اللي هم بيمثلوا افقر 20% من المواطنين. المعاش بقى بيكون قد ايه بالظبط؟ يعني ببتدي الحد الادنى للمعاش عندي اللي بيتصرف من تكافل وكرامه قد ايه؟ يعني معلش عفوا، لا انا كنت بليز. بسمع مبالغ في المعاشات يعني ما تكفيش الناس اي حاجه خالص، اه يعني ولا تكفي حتى يركبوا مواصلات ولا ياكلوا ولا يشربوا، حتى لو عندهم بطاقه تموين وبياخدوا برضو دعم على السلع التموينيه من الدوله، فبرضو بيبقى المعاش غير كافي. طيب انا عايزه اقول الاول ان برضو هدخل حالا في المعاش، بس عشان اوضح، لان تكافل وكرامه لا يوجد بمفرده، هو معاه خدمات اخرى. يعني هو اسمه ايه؟ دعم نقدي مشروط. يعني قلت لحضرتك مثلا بندرس 700 الف، مش كل 700 الف بياخدوا، بيدرسوا وبياخدوا المعاشات. المعاشات بتتراوح من 350 لغايه 625 للتكافل، لأسرة التكافل. لأسر التكافل، تكافل بس ممكن يكون المبلغ موجود، ممكن الناس تشوفه ما يعني. انا هقول لحضرتك حالا، هي منظومة حماية اجتماعية، وده اللي بنقول عليه الشرط. الشرط ان هو ياخد تكافل، ان الولاد يكونوا في المدرسة، ان الأسرة تاخد خدمات صحية. أول حاجة، ويحق للأسرة اللي بتاخد تكافل، ممكن فرد فيها ياخد كرامة. يعني لو هو عنده معاق بياخد لوحده 350. تكافل، مش عشان اه لا لا، ما هي العملية تكافل ده بدي معاش نقدي بيتراوح من 350 ل 650 جنيه، مع 625. خدمات بقى مظبوط. بتشمل الرعاية الصحية والتعليم، يعني صح؟ اه بالظبط. يعني هو بياخد مثلا الكارت، الأسرة لها 500، ماشي، في نفس الوقت الأسرة عندها يعني مثلا فرد من أفراد الأسرة مسن. أنا مثلا أبويا عايش معايا، أو أبويا لا قدر الله معاق، هياخد 350 لوحده غير التكافل. يعني ده بيبقى التكافل ده بتاع الأسرة، بالظبط. تمام. بعد كده بشوف الأفراد اللي جوه الأسرة الأكثر احتياجا اللي هم محتاجين يبقى عندهم مورد دخل خاص تاني، بالظبط. فبزود عليه، فبدي ده اللي هو الكرامة بالظبط. يعني في يعني. اسر بتوصل ممكن تاخد مثلا لغايه 800 و900 و1000. غير لان ياخد بقى خدمات ايه تانية جنبها؟ طيب، هو ممكن ادي للاسره الواحده 3 كرامه و1 تكافل. ثلاثة كرامة، يعني واحد تكافل اخد ثلاثة في 350، خلينا على الحد 1050. الادنى، اه الف ادي 1050، اه تمام، واخد واحدة تكافل ادي 350، يعني ممكن اخد 1000. 350 ده يعني اللي بيكون عنده بيبي صغير، ده اول ما الحد الولاد تدخل المدرسه بيعلى متوسط 500. يعني، انا ممكن كده عندي اجمع ما بين تكافل وكرامة، فلاقي عندي 2000 جنيه في شهر. ممكن يوصل للاسره اقصى حد اللي هو التكافل وكرامه، ممكن ياخد 1600 1700. 1600 و1700 جنيه اه واخد بقى عندي. طب احنا كان عندنا، ما انا الجزئيه دي يعني يمكن ركزت عليها قبل كده، احنا عندنا قانون اللي هو بيتعلق بالمراه المعيله، ان المراه المعيله بتدخل بند التامين الصحي ببلاش. حتى لو المرأة مش يعني ميزة البرنامج ده ان حتى لو الرجل موجود ممكن ياخد تكافل برضه مع الأسرة. ياخد تكافل مع اه الاسره. يعني هو حتى يعني مثلا الضمان بيقول لا، لو عائل الأسرة موجود ما ياخدش. طب ما هو في بطالة، أو هو يعني حالته ما مش طب لاقي انا هدي شغل، بقى، انا بدي في ده معاش بطالة؟ أنا بدي في تكافل ممكن أدي الأسرة المعدومة أو محدودة الدخل، يعني ممكن يكون دخلهم صغير، فبياخد المعاش متكامل، إلى جانب إن هو يعني في أول ظروف بياخد الكارت أو الدعم بيصرف بكارت ذكي. ودي تمام. نقطة جديدة تانية، إن الأسرة بتبتدي تبقى عندها كارت ذكي،
تصرف منه ويبتدي عايزين ندخلهم حسابات بنوك عشان يبقى عنده ممكن يبقى يعمل قرض او يعمل مشروع، فبتديله حقوق مواطن. الكارت الذكي ده اول ما بيطلع له الحق انه ياخد رعايه صحيه لغير القادرين. ده برنامج بتقيمه وزاره ده الصحه. نفس الكارت اللي بيسرب بيه الفلوس، هو نفس الكارت اللي يقدر ياخد بيه كل بتوع الضمان وبتوع تكافل وكرامه، بياخد بيه رعايه صحيه، كارت تامين صحي. بالظبط، له الحق في الحصول على رعايه صحيه لغير القادرين. عشان كده بقول لحضرتك مثلا وزاره التضامن بتنسق مع وزاره الصحه، وبعدين الولد او البنت المفروض يروحوا المدرسه. احنا لو ما راحش المدرسه هقسم لهم الفلوس. طب دلوقتي في امبارح حكم صدر المحكمه الدستوريه العليا ان المراه المعيله خلاص هي بتاخد الولايه التعليميه. هل في المشروع بيتم مراعاه ده ان الست بقت هي ملزمه بالولايه التعليميه وبالتالي هي تدفع مصاريف مدرسه؟ عشان كده لا، مش لازم تدفع مصاريف، التعليم مجاني. لا يعني لو هي مثلا دلوقتي ظروفها مع التعليم المجاني، ما عندها اولاد بيتعلموا، فالاولاد بيتعلموا دول بيروحوا مدارس وعايزين سندوتشات ولبس وحاجات كتير، هل ده داخل برضو ضمن التكافل والكرامه ايوه، لان مراعاه الجزئيه دي؟ عشان كده بنديها للست مش للراجل. يعني الست كده كده هي اللي بتاخدها. الست اللي تقبض الفلوس بتصرف على الاسره، لكن هي التي تملك وهي التي تساءل عن الاسره. لان يعني الست يمكن عشان الاطفال فئه من 0 ل 18 هم يقعوا في رعايه الام. الام وسن الحضانه كمان. بالظبط، الا لو لا يعني الاسره موجوده مع بعضها برضو هتروح للام حتى ده لو الراجل موجود. حتى لو راجل موجود الست هي اللي هتتحكم في صرف المعاش، مش تتحكم بس عايزه او اقول هي المسؤوله هي مسؤوله. امام الدوله. يعني عايزه اقول هي المسؤوله ان هي كمان تاخد هذه الحقوق، عشان في هذا السن هتلاقي الام حريصه جدا على الاطفال. هفترض ان حصل طلاق او وفاه، بالظبط. فبقت المطلق هو تم الطلاق والاطفال راحوا مع الرجل مش مع الام، ايه حد اللي الرجل بيحصل؟ المعيش. يعني في حاله ان هو الطلاق تم والرجل هو بقى المعيل، بالظبط، ما خد الاطفال خد الاطفال بقى هو المعيل. انا بشوف مصلحه الولاد فين وبدي الاسره. تمام. لو حصل وفاه نفس الحكايه، ساعات الام يحصل لها وفاه فنقول حول نحول الكارت من الام للاب. ففي ظروف معينه، لكن في حاله وجود الاثنين في اسره واحده المسؤوليه طبعا المسؤوليه تقع على الجانبين، ولكن انا بقول الاكثر حرصا ورعايه هي على الام. الطفل هي الام. طيب انا هستاذن حضرتك عشان احنا ابتدى اتفضل. فعلا يجي لنا اسئله طب كتير بس جدا. هزود حته صغيره بتاعت اللي هو هياخد صحه. احنا بس هنروح لموجز، احنا مكملين بس اتفقنا، احنا لازم نروح لزميلتي اكتب مها والموجز على راس كل ساعه ونشوف اهم عناوين الاخبار النهارده. تحياتي لك يا اسماء والمشاهدين الكرام والوقفه الاخباريه، والبداية بالخبر العاجل الذي يفيد بأن التحالف العربي يعلن التوصل إلى هدنة على الحدود السعودية اليمنية بوساطة قبلية من أجل إدخال مواد إغاثية ومستلزمات طبية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث قتل جيش الاحتلال بالرصاص 7 فلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة. الاحتلال أعلن أنه قتل 5 فلسطينيين عقب تنفيذهم عمليات طعن وإطلاق رصاص أودت بحياة سائح أمريكي وإصابة 12 إسرائيليا، فيما قتل جيش الاحتلال فلسطينيين آخرين بزعم تنفيذهما عملية دهس بالقدس المحتلة. لا نزال في الملف الفلسطيني، إذ استهل جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي زيارة لإسرائيل بلقاء وزير الدفاع موشي يعلون، ولاحقا يلتقي بايدن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث خفض التوتر واستئناف محادثات السلام. هذا فيما انتقد البيت الأبيض إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه رفض دعوة تلقاها للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووصفت واشنطن طريقة رفض نتنياهو بالسيئة. تعقد اللجنة الوزارية الرباعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية اجتماعا مساء اليوم بالقاهرة. تبحث اللجنة التي تترأسها مصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وتجري مشاورات بشأن تقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت اليوم زيارة للقاهرة تستمر يومين للمشاركة في اجتماع مع نظرائه باللجنة المصغرة التابعة للجامعة العربية بشأن عملية السلام. ومن المقرر أن يلتقي كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري بالوزير الفرنسي. إلى تونس، حيث أعلنت السلطات مقتل 5 إرهابيين واعتقال 3 آخرين خلال عملية أمنية قرب مدينة بن قردان، مضيفة أنها عثرت على مخازن أسلحة. كانت القوات التونسية أحبطت الاثنين الماضي هجمات شنها مسلحون على مواقع عسكرية وأمنية في بن قردان قرب الحدود مع ليبيا. وفي الشأن السوري، تنطلق اليوم في جنيف مشاورات تمهيدية لمحادثات السلام لحين استكمال وصول كافة الأطراف. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن دي مستورا أعلن أن المحادثات ستبدأ عمليا الاثنين المقبل، مشددا على عدم إرسال أي دعوات لأي أطراف لم تشارك سابقا. إلى بيونغ يانغ، في أحدث تحدي للغرب، أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده تمكنت من تصغير رؤوس نووية لتركيبها على صواريخ باليستية. وأعلنت كوريا الشمالية في يناير الماضي أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية بنجاح، وهو ما أدى إلى فرض مزيد من العقوبات الدولية عليها. في سباق الرئاسة الأمريكية، فاز المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب في ولايتي ميسيسيبي وميشيغان، في حين فازت المرشحة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون في ميسيسيبي، بينما اقتنص بيرني ساندرز ولاية ميشيغان. ويوشك ترامب وكلينتون على الفوز بترشيح حزبيهما لانتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل. محليا، يترأس رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث آليات التعامل مع أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ومطالب المستثمرين والمصرفيين بتعويم الجنيه في السوق المصرية. ويستكمل الاجتماع متابعة عدد من التشريعات والقوانين تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، وعلى رأسها تعديلات قانون الشرطة. قضائيا، تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود المتهم بقتل سائق بالرصاص في منطقة الدرب الأحمر. كان النائب العام أحال رقيب الشرطة إلى محكمة الجنايات، وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال عدد من شهود العيان بشأن ارتكابه لجريمة قتل السائق. شهدت مناطق من آسيا والمحيط الهادئ كسوفا للشمس، تباين مدى رؤيته بين كلي في إندونيسيا وجزئي في البلدان الواقعة إلى الشرق والغرب منها. وشهد سكان 6 مناطق إندونيسية كسوفا كليا للشمس، فيما تدفق آلاف السياح ومحب علم الفلك ومراقب النجوم إلى مناطق نائية لمشاهدة هذه الظاهرة النادرة، حيث أنه أول كسوف للشمس تشهده إندونيسيا منذ قرابة 33 عاما. إلى حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، خاصة من جهة الغرب. وفي عالم الساحرة المستديرة، حقق أرسنال فوزا كبيرا على مضيفه هال سيتي، وسحقه برباعية نظيفة في الدور الثمن النهائي لمسابقة كأس انجلترا لكرة القدم ليبلغ ربع النهائي. وتقاسم الدوليان الفرنسي أوليفي جيرو وثيو والكوت تسجيل الرباعية بثنائية لكل منهما. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز الإخباري، تحية لكم.